أن رئيسهم في يوم ما كان في قبضة كتائب حزب الله، فقد ترك إكراما للعراقيين الذين يرافقونه. في زيارة إلى بغداد عام 2008، كان السيد أوباما يخرج من المنطقة الخضراء متوجها إلى مبنى الرئيس العراقي جلال الطالباني في بغداد الكرادة. وكانت طائرته تعطيه حماية أمنية وتصور حركته كما هي. ولما كانت هذه الطائرة تقدم خدماتها للمقاومة الإسلامية قبل القيادة العسكرية والاستخبارية الأمريكية، فقد كان هدفا واضحا أمام سلاح المقاومة، وكان أوباما قد مكث في بيت الرئيس العراقي زمنا كافيا لاستهدافه، إلا أن استهداف العراقيين لم يكن من أهداف المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله العراقي.